حسام اشرف بقى عقد البلديه والزمالك في حسام اشرف ايه؟ عشان كان في كلام كتير في يناير ان الزمالك كان عايز يرجع حسام اشرف، هل بالفعل الزمالك اصلا طلب حسام اشرف في يناير؟ بصوا احنا العقد سنه يعني مقفوله، مقفوله مفيش عوده في يناير. لا بس هو اصلا ما حصلش تفاوض ما بينه وبين الزمالك في حاجه، ما حصلش طلب للزمالك. لا انا عايز اعرف بس كان في بند في العقد للزمالك عوده اللاعب؟ لا مفيش بند في العقد يقول كده، مفيش. لا بس كان ممكن يحصل تفاوض ودي يعني لو كان الزمالك طلبه قصدك انت ما كانش عندك مشكله. لا كان هيحصل تفاوض حلو على الست شهور اكيد، تفاوض بيبقى مبلغ يعني تمام يعني كده في مبلغ اتوافق ان انت تمام، بس حصلش تفاوض اصلا. شايف مستوى حسام اشرف مع البلديه ازاي؟ حسام اشرف من احسن الفراوده في مصر، يعني هو لو استمر على كده ولو اشتغل على نفسه بنفس الطريقه وفضل يعني من يعني هو عقليه كمان وشخصيه محترمه جدا جدا، دي اللي تفرقه بشكل كبير عن اي حد موجود في مكان. طيب كنت شايف ان ممكن كان يروح المعسكر المنتخب اللي فات مع كابتن حسام حسن؟ ما بحبش اعلق قوي على اختيارات المنتخب والمدير الفني سواء كابتن حسام او اللي قبله، احنا اصلا عندنا نقص في المكان ده في مصر، فلما يبقى هداف الدوري مش موجود اكيد طبيعي يعني عليه علامة استفهام يعني. طب اتكلمت مع حسام؟ حسام اشرف؟ حسام اشرف اه طبعا. ده هو مش منتخبش مع كابتن حسام بس، ده منتخبش منتخب الاولمبي كمان. اه انا لسه جايلك في منتخب الاولمبي، ما اتكلمتش معاه؟ بتكلم معاه طبعا، هو من اقرب اللعيبه ليا وبني ادم جميل جدا. بتكلم معاه، هو شايف انه خير وانه ما عندوش اي حاجه يفكر فيها ولا يبص عليها غير انه يشتغل ويكمل في طريقه يعني. تمام. المنتخب بقى الاولمبي وعدم تواجده في المنتخب الاولمبي شايفها زي موجود؟ دي بقى اللي انا استغربتها شويه، ما كان موجود في المعسكرات وكان الناس كلها كانت بتتفرج على الماتشات، كان بيعمل شكل كويس جدا، والوقت اللي كان بيشارك فيه في الماتشات والدورات اللي كانت اخرها الدوره اللي كانت في الامارات كان مستوى كويس جدا، كل الناس اشادت بيه. فدي اللي استغربتها، دي ما كانش فيها مبرر يعني.